نعم، فهي موضوع المداراة شيخ، يعني كثير يعني داري بعض الناس حتى لو كانوا من إخواننا كانت تكون المداراة من باب كسبهم للدعوة، يكون مثلا الناس حديثية عهد في التزام أو في المنهج أو كذا، وبعض إخواننا يكون شوي يعني عنده أسلوب القساوة في الأسلوب أو كذا، فالشيخ يدارى هذول المخالفين ومن باب كسبهم للدعوة، يعني مش لا مداراة يعني لا شيخ. يعني مداهنة لا سمح الله في دين الله. ولا الشيخ معروف أكثر واحد رد، يعني ما أظنش لو نجمع مقالات الشيخ في الردود على الأشاعرة والردود على الحزبية وعلى الجماعات وعلى التنظيميات وعلى الأبصر، ما راح نقدر نحصل الشيخ في جماعة. أكبر مثل وشيء واقع في عدم الشيخ عنده المداهنة أي التنازل عن شرع الله رده على الشيخ محمد إبراهيم شقرة وهو شيخه، لكن عندما رآه يخرج عن المنهج، فأنا زرت الشيخ أيامها في بيته قلت شو آخر كتاباتك، ما هي آخر كتاباتك، فقال الرد على الشيخ محمد إبراهيم شقرة. قلت نعم، قال نعم هذا دين. وثم اجتمع المشايخ ونزلوا الرد في مجلة الأصالة، يعني الكلام طويل لكن ما في مداهنة. سيدي رد على من هم يعني ناس لهم مناصب في الدولة ولهم مكانة في الدولة، رد عليهم بس الرد لا يلزم رد الرد علمي، رد علمي وأدب حتى إنه الطرف المقابل يتقبله. نعم، لأن الشيخ كان هدفه من الردود، بعض الأخوة يعني ممكن يعني والله الشيخ برد على كل واحد رايج، لا هدف الشيخ من الردود إظهار الحق والرحمة في المخالف أو الرد عليه إنه يرجع للحق وتبرئة الدعوة تبرئة الدعوة طبعا هاي من